مرحبا يا أطفال، حان الوقت لقراءة قصة جميلة. هيا، القصة التي سنقرأها هذا الفيديو اسمها علي بابا والأربعون لصا، قصة جميلة جدا. في قديم الزمان كان هناك شخص فقير يدعى علي بابا، وكان لديه أخ طماع اسمه قاسم. وكان يعيش علي بابا مع أخيه قاسم في إحدى مدن بلاد فارس. كان علي بابا رجلا مكتفيا بما لديه وشكورا على النعم دائما وحنونا تجاه الناس. أما أخوه قاسم كان ذا شخصية جشعة وطماع ومختال، ويريد دائما أكثر مما كان لديه. عندما توفي والدهما تزوج علي بابا من ابنة أسرة فقيرة للغاية، بينما تزوج قاسم من بنت تاجر غني. وبعد وفاة هذا التاجر الغني، ورث قاسم أمواله واستولى على جميع ثروته. وبعد زمن قصير كبرت تجارته وازداد ربحه وكثرت ثروته، فأصبح قاسم من كبار أغنياء. أما علي بابا لم يكن يملك من الدنيا إلا بيتا بسيطا يسكن فيه، وثلاثة حمير يذهب بها إلى الغابة ويحملها ما يقطعه من الخشب. وأبى قاسم من أخيه علي بابا الذي يعيش حالة لا تطاق من الفقر، وتركه في حاله ولم يعطيه أي نصيب من ماله. وهكذا بينما بدأ قاسم يعيش حياة مليئة بالراحة والكثرة وفي النعم، بعد أن تزوج من ابنة تاجر ثري، كان يستمر علي بابا عيشة في فقر وعوز وحاجة.
وفي يوم من الأيام ذهب علي بابا إلى الغابة كعادته، ومعه حميره الثلاثة. وقطع قطع الخشب من الشجرة وحملها على حميره ليأخذ إلى السوق. في أثناء الانطلاق من الغابة سمع صوت خيول ورأى كثيرا من حرامي يبلغ عددهم 40 يقتربون منه. وسيطر الخوف على قلبه وقلق على هذا الوضع، وفورا ربط حميره في شجرة كبيرة من أشجار الغابة، ثم صعد إلى أعلاها. واختبأ بين أغصانها حتى لا يراه أحد. ثم رأى الفرسان الذين رئيسهم في أمامهم ينزلون عن خيولهم بالقرب منه. وعرف علي بابا من كلامهم أنهم عصابة لصوص. وقف رئيس اللصوص أمام صخرة كبيرة في الجبل وقال: افتح يا سمسم افتح. فانشقت الصخرة للحال وظهر كهف، ودخل 40 لصا إلى داخل الكهف مع قائدهم. واندهش علي بابا مما رآه وانتظر ذهابهم. ومكثوا بالكهف مدة قليلة، ثم خرجوا وصاح رئيسهم: أغلق يا سمسم. وانغلق باب الكهف الحجري خلفهم. ثم غادر هناك وانطلقوا في الاتجاه الذي أتوا منه. عندما تأكد علي بابا من مغادرتهم، اقترب من الصخرة وكرر الكلمات: افتح يا سمسم. فانشقت الصخرة وفتح
باب الكهف، ولما دخل إليه رأى الذهب والفضة والجواهر والعديد من المجوهرات الثمينة. ملأ علي بابا الأكياس أكبر قدر يمكنه من الذهب، وحملها على حماره، ثم شق طريقه إلى البيت دون انتظار. طلب علي بابا أن يستعير ميزانا من أخيه قاسم لوزن مقدار الذهب، ولكن شكت زوجة أخيه من هذا الأمر واستسلمت فضوله، فأرادت أن تعرف ما الذي سيزنه علي بابا. فألصقت أسفل الميزان بقطعة من شمع العسل، وعندما أعادت زوجة علي بابا إلى الميزان، وجد قاسم الميزان مع الذهب عالقا تحته. فأدرك قاسم أن علي بابا قد أصبح ثريا، وهذا الذهب الملتصق بالشمعة تحت الميزان دليل على ذلك. ذهب قاسم إلى بيت أخيه للتحدث معه، وسأله عن الذهب، واضطر علي بابا إلى شرح كل ما حدث له عند الصخرة الكبيرة. وذهب قاسم نحو الكهف وحده، وكرر افتح يا سمسم كما قال علي بابا، فانفتح الباب فورا. ودخل قاسم مذهولا بكل الثروات التي رآها أمامه، لأنه لم ير مثل هذه الثروة من قبل في حياته. وبقي في الداخل لفترة طويلة، وحاول أن يجمع الكثير من الذهب لا يمكن نقله بسبب جشعه. كان الباب قد انغلق خلفه، فصاح قاسم قائلا: افتح يا لكن لم يفتح الباب. ف
فقد نسي قاسم تلك الكلمات السرية التي عندما يقال فتحت الباب، وأخذ ينطق بالكثير من الكلمات الأخرى. لكن الباب لم يتحرك، وحبس قاسم بالداخل. بعد ساعة قليلة عاد الأربعون لصا، ووجدوا قاسم هناك، فتخلصوا منه سريعا. عندما لم يعد قاسم إلى المنزل حتى المساء، فذهبت زوجته إلى علي بابا وسأله عن زوجه قاسم. شك علي بابا في ذلك الأمر، وعلى الفور انطلق متوجها إلى الكهف ليبحث عن أخيه قاسم. عندما وصل إلى الكهف رأى أن شقيقه قد قتل، وحزن جدا. وفي تلك اللحظة أدرك أن نهاية الجشع هي خيبة الأمل دائما. يا طلاب، قدر ما لديك ولا تقلل من قيمة ما تمتلك، ولا تكن جشعا أبدا. شكرا لكم على الاستماع، أتمنى لكم التوفيق والسعادة في حياتكم إن شاء الله.